الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه من اهتدى بهداه مصطفى الكبرى كأنة التراحة دكتور تلبية الدكتور منصور ناصر خالد حفظ الله. قال المرور بحرة الوبرة وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلن أستعين بمشرك. قال ثم سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجيشه مارا بحرة الوبرة وهي الحرة العربية للمدينة والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء من الصعب السير عليها بالراحلة. فلما كان صلى الله عليه وآله وسلم بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رأوه. فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم مضى حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشجرة يحتمل أن تكون الشجرة التي بذي الحليفة مذكورة في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم رجع فأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيداء وهي المفازة التي بعد ذي الحليفة المفازة الصحراء. فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ فقال الرجل نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق. انظر أخرجه صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. قال المرور بوادي العقيق إلى بطحاء ابن أسهر. ثم بعد حرة الوبرة سلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطن العقيق. ثم مر صلى الله عليه وآله وسلم على جماع تضارع. ووادي العقيق من أشهر أودية المدينة وهو واد مبارك. وفي صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليل آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال ثم مر صلى الله عليه وآله وسلم على جماع تضارع. والجماع هو الجبل الذي يكون قسمه العلوي المنبسط لا قمة له والشاة الجماع هي التي لا قرن لها. وسلك صلى الله عليه وآله وسلم طريق جبل المكيمن حتى خرج على بطحاء ابن أزهر. وتبعد بطحاء ابن أزهر 10 كيلومتر تقريبا من المسجد النبوي. هذا صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شميعا.